يوجد من الناس والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، هذا مصيره ما هو؟ حسبه جهنم، حسبه جهنم. ولذلك يوجد للأسف من الناس يحصل ملاسنة وتراشق بالكلام أو غضب أو منازعة، فيقول يا أخي، يقول الله عز وجل يتيه كبرا وغرورا وعجبا وتعاليا، نسأل الله العافية والسلام، إذا قيل له اتق الله أو تليت عليه آية. وهذا يحصل حتى للأسف بين الأزواج، يعني امرأة تقول لزوجها اتق الله فيه، يقول الله كذا، يزيد والعياذ بالله طغيانا وبغيا واعتداء. من النساء أيضا نفس القضية، والقضية نفسها، يقول لها زوجها اتق الله يا حرمة، تزيد والعياذ بالله. لا، المؤمن إذا قيل له اتق الله يجب عليه أن يسقط على الأرض. كلمة عظيمة، اتق الله كلمة عظيمة، اجعل بينك وبين النار الله وقاية. ولذلك عمر ما تجاوزها فسقط على ركبتيه، كان عفوا الصحابة يسقطون على ركبهم من هول هذه الآيات التي تتلى عليهم.